الحمد لله الفيلم طلع حلو الحمد لله الحمد لله قدر ولطف قدر ولطف الحمد لله الف و حمد وشكر لك أحداث فيلم جوكر بتدور عن أرثر فلاك أرثر عايش مع والدته وبيشتغل كمهرج للإيجار في شركة صغيرة بيحلم أنه يبقى كوميديا ناجح في يوم من الأيام رغم أنه بيعاني من عدد من الاضطرابات النفسية كما أنه كمان بيعاني من العنف والإهمال بتوع المجتمع اللي حواليه ومع تزايد الضغوط وتراجع الدعم بنبتدي نشوف تحول خطير فيا ترى إيه اللي حيحصل عادة قبل ما نشوف فيلم متاخد من الكوميك بوكس او حتى مبني على شخصية متاخدة من الكوميك بوكس بنقضي بعض الوقت في الأبحاث، بنحاول نفهم الخلفيات ونجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عشان نتأكد من إننا هنفهم الفيلم ونقدره. في رأيي قبل مشاهدة فيلم جوكر في حاجة واحدة بس محتاجين نكون فاهمينها وهي تصنيف الفيلم على مستوى النوع. جوكر هو دراسة وقصه اصول لشخصيه شهيره جدا في عالم الكتب المصوره كل قسم في التصنيف ده مهم جدا سواء بالمعنى الايجابي او بالمعنى السلبي وكل قسم مش موجود في التعريف ده برضه مهم جدا الفيلم ده مفيهوش مهمه ما فيهوش مغامره ده فيلم مش شبه اي فيلم شفناه قبل كده كان ليه اي علاقه بالكتب المصوره فيلمنا في الاساس دراسه شخصيه الفيلم كله بيتحكي من منظور شخصيتنا الرئيسيه لو في حدث معين هو ما بيشهدوش يبقى احنا ما بنشوفهوش بنراقب افعاله وردود افعاله واحاسيسه وتحوله في كل خطوه عندنا وصول سهل لكل اداه ممكنه ممكن تساعدنا عشان نفهم نوع الشخص ده ونوع المعاناه اللي بيمر بيها ده اهم للفيلم من اللي بيحصله ومن اللي هو بيتسبب فيه ده متروك بالكامل للقسم الخاص بالقصه وزي ما اتفقنا هي قصه اصول، بنشوف ازاي ارثر فلاك تحول للجوكر، وعشان نكون واضحين في عالم الكتب المصوره مفيش حاجه اسمها ارثر فلاك، ومفيش اي مرجعيه للقصه دي بالتحديد على انها قصه اصول الجوكر، ولكن بدون ما الراجل ده يتحول للجوكر، ومن غير الاشارات المختلفه لعلامات دي سي الايقونيه، الفيلم ده عمره ما كان حينال الاهتمام ده كله، وكتير من عيوبه كانت هتبقى مرئيه اكتر من كده. لذلك لذلك انا شايف انه من العدل ان احنا نبص على الفيلم من جانبي العمله جانب قصه الجوكر وجانب قصه فيلم مش بالضروره بيحكي قصه الجوكر وخلوني اشرح الفرق خلونا نبتدي بالنواحي اللي رأيي مش هيختلف فيها بناء على المنظور، الفيلم مثير جدا للاهتمام وجاذب جدا للانتباه من البدايه للنهايه، مش قادر افكر في اي فصل ممكن يتقال عليه ممل او رتيب، قرارات الايقاع كانت ممتازه وانا هنا بتكلم عن التنويعات، لاننا كنا بنبطأ في اوقات وكنا بنسرع في اوقات وتقريبا دايما القرار كان صحيح الصورة كانت رائعة الجمال ويبدو ان في مجهود واضح في توصيل كدر ما يتنسيش في كل فرصة ممكنة في بعض الاحيان بيبقى له معنى وفي بعض الاحيان ما بيبقى لهش معنى بس دايما من المثير للاعجاب النظر ليه الموسيقى التصويرية حلوة جدا وليها شخصية قوية وهي بكل تأكيد من اهم العوامل اللي بتساعد المشاهد خلال تحولات البطل ممكن تكون في المرتبة التانية وراء اداء في فينيكس نفسه طبعا افضل اداء في السنه بكل تأكيد والدور كان مليان تحديات، مش عشان بنتكلم عن المجرم السيكوباتي والقاتل العنيف الشهير، ولا عشان الدور مليان انفعالات متفجره واساليب تعبير مجنونه، ولكن عشان كل ده محتاج يتقدم بالتدريج، لازم دايما نفضل فاكرين الفرق ما بين طبيعه الشخصيه واللي بيتعرض له والقرارات اللي قدامه، لازم دايما نبقى قادرين نفرق ما بين الاوقات اللي هو فيها ضحيه والاوقات اللي هو فيها مجرم يمكن اداء فينيكس في النقطه دي بالتحديد تفوق على الفيلم نفسه لان من عيوب الفيلم على فكره انه كان متحيز لتصنيف معين للشخصيه على حساب الاخر خواكين فينيكس قدر يقدم اسلوب منعش لتجسيد الشخصيه رغم النطاق المنتفخ باساليب مختلفه لتجسيد شخصيات مشابهه ويمكن كمان يكون منتفخ باساليب مختلفه لتجسيد نفس الشخصيه يمكن كمان التحدي ما كانش تهديد المقارنه بقى أداء هيت ليدجر، ولكن كان في فصل الشخصية عنه وفي بعض الأوقات الاستفادة منه، ويمكن كمان الاستفادة من أداء جاريد ليتو اللي كلنا دلوقتي بنمثل إنه ما حصلش، لأن اللي فينيكس بيقدمه وخصوصًا في مشاهد العنف معتمد بقوة على الطبيعة الماكرة للجوكر بتاع ليدجر وعلى انعدام الرحمة في الجوكر بتاع يا جماعة أنتوا عارفين قد إيه أنا بحب المقارنات ومراجع القياس، ولكن بمنتهى الأمانة أنا مش قادر أفكر في مساحات للمقارنة قد ما قادر افكر في مساحات للتكامل، بس الصراحه الراجل متوحد مع المعاناه النفسيه بتاعت شخصيته بشكل مرعب، انتوا يا اخوانا مامنين ما على الراجل ده ولا كل شويه هنخسر واحد في حادثه جوكر؟ <applause> نوصل بعد كده للنواحي اللي حقيقي رايي فيها بيختلف بناء على المنظور، تسلسلات ومشاهد وقرارات حقيقي ما تعديش الا لو فضلنا فاكرين ان ده الجوكر وإن دي جوثم. مشاهد التعبيرات الحركية وخصوصًا من خلال الرأس، التأثير المفاجئ لبعض التصرفات اللي بتلهم وبتثير الرأي العام، الدخول المباشر في مواجهات معينة بدون التقديم المناسب، الزاوية الرومانسية واللي بتكشف جانب من شخصيتنا حقيقي مش مفيد في حاجة، هقدر أتكلم عن الحاجات دي بوضوح أكتر في المناقشة اللي هيبقى فيها حرية حرق على بوديو، ولكن في الوقت الحالي أنا لازم أتجنب الحرق، وأه الفيلم فيه صدمات وفيه مفاجآت محدش يحب إنها تتحرق له والحقيقة لازم أحيي السيناريو على شجاعته في تقديمها وعدم الخوف منها ولكن الأمثلة اللي اتكلمت عنها هتفضل عاملة زي ما تكون آلة بتنشز في مقطوعة موسيقية كانت ممكن تبقى متكاملة وهتعدي بأمان بس لو فضلنا فاكرين احنا فين وبنتعامل مع مين؟ اه وبمناسبه الصدمه العنف في الفيلم ده حقيقي صادم ولكنه متقن جدا سواء على المستوى التقني او على المستوى الفني ومشاهد العنف في الفيلم بتمثل التحولات المحوريه في رحله الشخصيه لا حقيقي من غير المشاهد دي بتفاصيلها دي الموضوع ما يمشيش. جوكر فيلم رائع وانا حقيقي استمتعت بيه وبيفرش لامكانية عالم سينمائي اكثر اثارة للاهتمام بكتير من العالم السينمائي اللي دي سي حشرين نفسهم فيه عنده عيوب طبعا بس برضه عنده مميزات صارخة بتعوض كتير من النقط اللي كان ممكن يخسرها عنده وعي كبير قوي بموضوعه وبيستثمر في الموضوع ده بقوة عشان يبيع ما كان من الممكن ان يكون صعب يتباع في ظروف اخرى، مفيش وجه من الوجهين للعمله اللي اتكلمت عنها ممكن يخلي الفيلم ده متكامل، حتى لو بصينا له بس على انه قصه جوكر، في عيوب تانيه هتطلع، زي التركيز في بناء شخصيه الجوكر على نواحي كتير وإهمال نواحي تانية مهمة جدا في تعريف الشخصية فيمكن من الأفضل أن احنا نشغل نفسنا بقد إيه الفيلم ده حلو بدل ما نفكر في إزاي نخلي الفيلم ده متكامل لأنه كمان بيقدم لنا منافس قوي في موسم الجوائز ومش بس في فئة الممثل الرئيسي هو الحقيقة فئة الممثل الرئيسي ما بقاش فيها منافسة قوي دلوقتي ودي مش مفاجأة يا جماعة وكين فينيكس من سنتين لسه مقدم أداء ما يقلش أبدا عن الأداء ده بس دلوقتي عشان الجملة بقى فيها كلمة جوكر <applause> تقييمي لفيلم جوكر هو 8 من عشرة روحوا شوفوا الفيلم في السينما يا جماعة ما فيش تقطيع ولا حاجة وآه ما فيش مشهد بعد تتر النهاية فأول ما تشوفوا كلمة النهاية تقدروا تقوموا تهربوا مناقشة الحلقة حتى لو في جدل حوالين الفيلم فيبدو ان في اتفاق مطلق على خواكين فينيكس فهل تتوقعوا ان ده ممكن يشجعوا للرجوع للشخصية في المستقبل القريب؟ ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتس يا تعملوا شير ولايك للحلقه لو عجبتكم اشتركوا في القناه وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول وتابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وبوديو وباز وباي باي